نتيجة لما قامت به مديرية الزراعة بحلب من متابعة الوضع الصحي للأبقار وتقديم اللقاح ضد الحمى القلاعية عن طريق المراكز البيطرية في ريف المحافظة، فإن رؤوس الأبقار في تحسن مقبول عما كانت عليه العام الماضي، حيث بلغ عدد رؤوس الأبقار في المناطق الآمنة من محافظة حلب 23,000 رأس موزعة على عدة مناطق. التحسن بعدد رؤوس الأبقار واضح عنا بالمنطقة، لكن نحن كمربين يعني عم نتضرر كتير من شح الأمطار اللي حاصل عنا بالمنطقة وغلى الأعلاف. يعني صار الأعلاف عنا بالمنطقة غالي كتير، يعني وصل كيس العلف عنا بالسوق الحرة لل 111,000، وال 111,000 نحن كمربين يعني ما بنقدر نلمها بحق الحليب والسلع على هالمستوى الأسعار، مع أنه المواطن عم تجي سلعة غالية، يعني الحليب واللبن والجبنة عم تجي للمواطن غالي، بس نحن أسعار التبن وأسعار العلف كمان غالي علينا. واقع الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار تعترضه صعوبات عديدة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن قيام بعض المربين بزراعة بدائل الأعلاف كالفصة والدخن العلفي أدى إلى تخفيف العبء عن المربي، وبالتالي الحد من ارتفاع أسعار مشتقات الحليب. بالنسبة لموضوع الأعلاف المركزة وأسعارها الغالية، وصل اليوم سعر الكيلو لل 2200 ليرة، فنحن لحتى نقدر نساعد المستهلك ونساعد المواطن ونكون جنبه بلشنا نزرع شيء اسمه بدائل الأعلاف مثل البونيكان، مثل الدخن العلفي، مثل الذرة الصفراء، الذرة الشامية، بالإضافة للفصة، بالإضافة لزراعات تانية نحن بنقدر نخفف من ضمن استعمالات الأعلاف المركزة. الأعلاف اللي عم نجيبها هي غالية، فلذلك عم نزرع مشان نوفر، يعني غالية كتير كتير، فزرعنا من عنا وإنتاجنا والحمد لله، مثل الفصة والذرة العلفية والذرة البيضاء والبونيكان. مزارع الأبقار من أهم مدعمات الاقتصاد الوطني، وقد تراجعت كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، على أمل أن تؤمن الحكومة السورية الأعلاف بدلا من استيرادها. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف محافظة حلب.